ابني ده سريعا، علشان كل واحد من الناس اللي بتكلم روف كورسز اونلاين وبتتصل في التليفون وبتبقى مش عارفه هي انهي كورس او انهي وركشوب. احنا ما عندناش غير 2 كورسز 2 وركشوبس. حلو. مبدئيا اول حاجه عندنا اللي هي كاستمر سيرفيس بريبريشن، علشان البني ادم اللي عنده باك جراوند عن الانجليش بس بقاله كتير ما استخدموش وعايز يشتغل في مكان زي فودافون يو كي، ساذرلاند، جلوبال سيرفيسز، يو اكس، تيلي بيرفورمانس، او اي كول سنتر معتمد 100% على كاستمر سيرفيس بالانجلش. حلو. 12 سيشن، اول 6 سيشنز منهم بنشتغل على الجرامر الاستراكشر بتاع الكلام، يبقى ايه بيرفكت، ما فيهوش اي نوع من انواع الغلط. بعدها بيبقى تمرين على الكوميونيكيشن سكيلز اللي انت محتاجها في الشغل او في الكاستمر سيرفيس فيلد عامه. انا كاستمر مثلا واللي قدامي بيبقى ايجنت او العكس، انترفيور وانترفيوي، علشان يبتدي البني ادم يدخل بدل الانترفيو كذا مره، علشان يبقى عملت كذا انترفيو قبل ما تخش الانترفيو بتاع الشركه، بحيث ان انت تبقى كسرت الرهبه بتاعه الموضوع. اسمك ورقم تليفونك بيتبعت لكذا حد من الريكروترز، فودافون، ساذرلاند، يو اكس، تيلي بيرفورمانس. ده بالنسبه للكاستمر سيرفيس بريبريشن. طب انا دلوقتي مش عايز اشتغل في فودافون، بس استيل انا عايز اشتغل على الانجليش بتاعي. جنرال انجليش كونفرسيشن هو ده اللي انت محتاجه. نفس ال 12 سيشن، نفس السته الاولانيين، ان الجرامر يبقى مظبوط وما فيهوش اي حاجه ناقصه او غلط في المفاهيم اللي عندك. والسته التانيين بيبقوا برضو البراكتيكال بس بشكل مختلف، بيبقى اوبن ديسكشنز، برزنتيشن، بنبقى شغالين ودين الفتره كلها على الكوميونيكيشن سكيلز اللي انت محتاجها. عندنا 2 workshops محددين قوي. هل اولا عندك الانترفيو اتيكيت؟ انا دلوقتي بني ادم بتكلم انجلش كويس، عندي الرهبه لما بدخل انترفيو بحس ان انا بلبخ، بس انا مش محتاج كورس انجلش. هي بتبقى workshop 3 مرات بنشتغل على الجنرال كومن ميستيكس اللي بتتعمل في الانترفيوز، زي نطقك لكلمات معينه، كلامك في الازمنه المختلفه. تاني حاجه بنشتغل على ازاي انت بقى تدخل على الانترفيور ده وتخليه يبص لك بصه اللي هو ده اللي انا عايزه. لازم تفكر بدماغه مش بدماغك انت، نطبق الكلام اللي احنا قلناه بشكل تيوريتيكال بشكل براكتيكال. طلبه الكليات اللي بيبقى عندهم بروجكت وما بيعرفوش يعملوا البرزنتيشن بتاعها، تلاقي الطلبه شاطره جدا عامله بروجكت حلو جدا، بس تيجي في البرزنتيشن بتلبخ. ده احنا عاملين له البرزنتيشن سكيلز وركشوب، نفس 3 سيشنز برده، بس بنشتغل بشكل مختلف، اللي هو ازاي تتكلم عن نفسك في البرزنتيشن قدام ناس كتير وتكسر حته ان انا مش عارف اتكلم انجلش. لما بطلع اون سبوت كده بحس ان انا اتوترت وما بعرفش اجمع الكلام. ازاي اصلا ان انت تبريزنت البروجكت بتاعك، تتكلم عنه ازاي، ترتب كلامك ازاي، تبلان البرزنتيشن بتاعك ازاي. هو ده برايمرلي اللي احنا بنعمله في فروف كورسز. سند اس مسج على البيج في اي وقت، هتلاقي حد بيرد عليك رايت اواي. ثانك يو سو ماتش فور يور تايم، بليز انجوي ذا ريست اوف يور داي.